إذاعة صوت القدس من فلسطين تقدم الدراما الاجتماعية فراولة، سيناريو وحوار نسمة الحرازين، تمثيل لينا شرف، دينيجار فلفل، رائد قنيل، كرامة دحدوح، حامد حسونة، محمد فيصل، خديجة عاشور، يوسف ساقلة، رولا درويش، عبد العزيز خزيق. فراولة، معالجة درامية وإخراج نبيل ساقلة. ماما ماما، ما بدك تزوري هدى؟ أنا أزور هدى؟ أنا أكسر نفسي وقيمتي وأزور هدى؟ أنا يا حبيبتي رايحة أزور حفيدتنا، بنتنا حفيدتنا اللي من ريحة الغالي الله يرحمه فارس، اللي اسمها على اسمي صفية. تسلم لي يا رب، محلى هالاسم ومحلى صاحبيته. وهدى شو ذنبها بس؟ يلا هانت، بكرة بتخلص عدتها. آخ، والله يستر ما تعمل إشي بعد العدة. والله إنا هدى عاقلة يا ماما، مصير الأيام تثبت لك. آخ يما يا ألاء، يا خوف اللي بنفكره موسى يطلع فرعون. الأيام جاية وبنشوف. إيش يا محمد، هي أختك هدى بتضلها طول قاعدة بغرفتها وكل شغل الدار عليا؟ واحدة فقدت جوزها، الله يعينها على حالها يا رب. الله يعينها، بس يعني بتضلها ساكنة عنا؟ عندك مانع يا ست وداد؟ لا مش قصدي يا محمد، بس يعني مدام عندها بيت ترجع عليه. أي والله الدار ما هي مكفيانا. لوين ترجع؟ جوزها راح وملهاش حدا في الدنيا، فارس شهيد، لمين ترجع؟ استشهد، بس إله راتب وإله بيت. وداد مالك ومال الراتب؟ إيش لك دعوة فيه؟ هي ساكنة عند أهلها. لا مش هيك القصة، بس أنا تعبت من شغل البيت، ناس رايحة وناس جاية، تعبت والست هادي عطولي بغرفتها وكل إشي عراسي. وداد خلي الليلة تعدي على خير، هادي أختي وبحطها فوق راسي. طيب الله يخلي لك إياها أختي. كيفك يا هدى؟ يا الله يا الله يا الله، شو مشتاقة لك. طمنيني عنك، إن شاء الله صرتي أحسن. إيه هيني عايشة الحمد لله. له 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 يا هدى، ومالك هيك بتحكي معي؟ خلي لي بالقلب بالقلب يا علاء. وين هدى القديمة المتفائلة الحبوبة الطيوبة؟ شو بتقري؟ آه يا علاء، بقرب قصة العمر لحظة ليوسف السباعي. يا الله قديشها بتشبه حياتي من أولها لآخرها، بكل التفاصيل وبكل الأحداث. سمعت إنها كتير قصة حلوة، أعطيني إياها أول ما تخلصيها، لازم أقراها. اليوم إن شاء الله بخلصها وببعتلك إياها. كيف عم أبو فارس؟ طمنيني، آخر مرة كان تعبان كتير. والله بابا إلي يومين طالع من المستشفى، كلمته على الجوال، حكيت بس تخلص عدتي رح أزوره على طول إن شاء الله. هدى يا هدى، حماتك بغرفة للضيوف اجت بدها تشوفك. عمتي جاية وما بتقولي شي ألا؟ فكرتك عارفة. والله أنا فكرتك إنك جاية لحالك. يلا يلا يا بنات استعجلوا. هاتي هاتي البنت، هاتيها أشوفها. تعالي يا ستو يا حبيبتي، من ريحة الغالي أنت يا عمري، صار لي زمان ما شفتها. وأنا دير بالك يا ست هدى، صار لي ساعة قاعد عندكم هان وما اجيت حضرتك تسلمي عليا. يا ماما يا ماما، والله هدى ما كانت عارفة، فكرتني جاية لحالي. أهلا وسهلا يا عمتي، صدر البيت إلك والعتبة إلنا، حقك على راسي من فوق. بس والله أنا ما بفضى، كل وقت مقضيها بس بقراءة المصحف وكمان الكتب. عذريني.
يتي يتي يتي، شوفي شو زيابتها يا ستو. يتي يتي صفية الصغيرة الحلوة، يتي مزكاها، يا أختي محلاها صفية الصغيرة، ربنا يحميها يا رب يطول بعمرها. إجاتك تيتا وجابت لك جاكيت، تسلم لي يا رب، تسلم لي كلها فارس، الخالق الناطق فارس. ما أحلى هالجاكيت، هاتي هاتي ألبسها إياه. يا الله ما أحلى ذوقك، يسلموا إيديكي. أوف أوف أوف، إيش هالأحمر الحلو هذا، يا عيني يا عيني. أنا غيرت والله، ما بدي إلا جاكيت نفسه. وهالقيت ولسه يا عيني في أشياء كتير ست رح تجيبها لبنت الغالي، تعيش وأجيب لها يا رب. تعيشي وتجيبي لها على طول يا رب. آه الله يرحمك يا فارس، قديش كان نفسي أنت تجيب لها أواعي وتلعبها وتحملها بين إيديك. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله. شو رأيك أبو محمد؟ شو قلت؟ هتخليها ترجع؟ والله ما نعرف يا أبو محمد، إن كان علي أنا بدي إياها دائما على طول عندي، بس إيش بدي أسوي؟ إذا هي بدها ترجع هي حرة، من حق البنت برضو أهلها يربوها. وهدى وهدى يا أبو محمد. ما له هدى، هي كويسة الحمد لله وبخير. يعني انت مش شايف على طول بغرفتها، ومن يومين بس نزلت ترتب وتعزل شغل بالبيت. وش فيها؟ خايفة، خايفة يا ابو محمد، خايفة يصير لهدى اشي. كاتمة بقلبها وما بتحكي، ما انت شايف. لو البكا والدموع يا ابو محمد برجعوا اللي فات، لبنتك ضلت طول عمرها تبكي. وحماتها، يعني انت مش عارف حماتها يا ابو محمد، كتير قوية، هدى مش حمل مشاكل. هل جيت تغير الموقف يا أم محمد؟ فارس استشهد وأكيد حماته عجلت. أنتوا يا النسوين تحبوا تجاكروا، عارفكوا. آه صدق اللي قال، هم البنات للممات. كيفك يا عمي؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله يا عم، بخير الحمد لله. كنت بدك تحكي لي إشي، بدك تخبريني حاجة، لازمك إشي يا عمي، صفية لازمها إشي، احكي يا عمي، أنا عمك زي أبوك. أنت الخير والبركة يا عمي، طول لي بالك شوية، وبعدين أهلي هنا مش مقصرين علي بإشي. طيب ها، إيش مالك؟ احكي لي يا عمي، إذا في إشي احكي. الموضوع أني كنت بدي أستجيرك من بعد إذنك، يعني بصراحة أنا حابة أكمل تعليمي ومش ضايلي كتير وأتخرج. يا الله قديش فرحتيني يا عمي، بتعرفي إنه هذه كانت أمنية ابن فارس إنك تخلصي جامعة. اسمعي يا عمي، لوازم الجامعة ورسوم الجامعة هذا إن شاء الله إن شاء الله كله مني، وربنا يقدرني وأوصلك للتخرج يا عمي. الله يسعدك يا عم، والله العظيم ما بتقصر، عشان هيك اجيت حكيت لك، وهي العدة خلصت، وهلقيت صرت أمه قبل بنتي، وبكرة رح أنسأل عن عمري فيما أفنيته. تمام، كويس كويس كويس. يعني موافق؟ وليش ما أوافق يا عمي، فيش فيها إشي، بالعكس أنت هيك فرحتي لي قلبي، بقولك هذا حلم ابن فارس. ربنا يخليك إلنا وما يحرمنا منك يا رب. ما دام ضحكت هالضحكة الحلوة، قومي شربيني كاسة شاي من إيديكي، ولا أقول لك خليها شربت. بالأول بدنا نتغدى. إذا هيك قومي هاتيلي صفية، مشتاق لها موت موت موت. من عينيا، ثواني وبتكون عندك. الحمد لله خلاص اخيرا. هاي اللي شاطره فيه، يا بتحكي على الجوال يا اما قاعده على اللابتوب، ولما بطلب منك اشي بصير عليك اختبارات ودراسه وبصر شو. يا ماما اصبري شوي، والله كنت بحكي مع هدى على الجوال. خير؟ ايش فيه؟ بابا رح زارها اليوم في بيت اهلها. وليش كان عندها اليوم ابو فارس؟ اجاها عريس؟ لا تخليش تفكيرك يروح لبعيد يا ست الكل، هدى بدها ترجع على الجامعه،
وأخذت الإذن من بابا. هاي كل القصة. وأبوك وافق؟ وليش بس ما يوافق؟ والله إنه حقها الشرعي والقانوني والاجتماعي وكل إشي. طيب يا أبو فارس أنا بورجيك بس ترجع على البيت. هاي اللي ناقص علينا، بدها تطلع وبدها تمشي اللي بخطرها. هادي اللي زيها أرملة المفروض تقعد ببيتها وبس. آها بلشنا عاد. وشو يعني أرملة؟ عادي من حقها تعيش حياتها زي أي بنت بالدنيا، وأنا وإنتي عارفين تماماً إنه هدى ست محترمة وأخلاقها عالية. بس يجي أبوك بشوف حل معه. يا ماما بس هذا حقها، حقها الشرعي. حقي حقها، إنتي بس هاي اللي شاطرة فيه محامي دفاع عنها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألا قومي شيلي الصينية هاي وإجي الصحون ولمع المطبخ كله. ماشي حاضر. ها ها هيني سكتت. حاضر هيني قايمة. السلام عليكم، كيف حالك يا عم ابو فارس؟ عليكم السلام، اهلا يا ابني يا عادل. ايش اخبارك يا عم ابو فارس؟ والله تمام الحمد لله. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك عم ابو فارس. تفضل هذا راتب الشهر لفارس الله يرحمه. والله وفيك خير يا بلد. والله دائما بتغلب حالك يا عم وبتجيبه. لا يا عم ابو فارس ولا غلبه ولا حاجه، هذا واجبنا. طيب بدي اسالك يا عادل. تفضل. لو بدي اسجلهم على اسم بنته صفية بينفع؟ على هيك لازم تحط كفيل غيرك، وبعدين يا عم الراتب من حقك انت كمان. انا الحمد لله يا عمي عادل ميسوره معي، لكن انا خايف على مال البنت لانها يتيمه. بصراحه يا عمي عادل انا بدي اضمن حقها للبنت، لهيك بدي اخلي امها تكون هي الكفيل عنها. خلاص ولا يهمك، من بكره بشوف كيف وبرد لك خبر. عادل. نعم يا عم ابو فارس. اسمع يا بني، انت بمقام ابن فارس الله يرحمه بديش أوصيك، بدي تدير بالك على حالك كتير. ربنا اللي بيعلم قديش بعزك وقديش انت بتذكرني بفارس ابني. الوطن يا بني بده شباب أمثالكم، بده ناس زيكم. الله يرحمك يا فارس. الله يرحم. عارف يا عم أبو فارس، غياب فارس كسر لي ظهر، ما في لي صاحب ولا أخو زيه. الله يرحمك يا بني يا فارس، كنت زي التوم انت وياه، كل ما أسأل وين فارس يقولوا له عند عادل. من وين جاي يابا؟ من عند عادل. وين رايح يابا؟ عند عادل. الله يرحمك يا فارس. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرحم إن شاء الله ويجعله من أهل الفردوس الأعلى، رحمة الله عليه يا رب. تعيش يا عمي، الله يسهل عليك. الله يسعدك يا عم فارس، أي خدمة. الله يسهل عليك. مع السلامة. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. عرفتش أنا من صوت بنتك؟ أي سكتيها؟ وزعجك كتير يا ست وداد صوت بنتي؟ والله ما عرفت أنام. معلش بعينك الله، تحملينا بدار أبويا يومين، يلا شوي وراجع بيتي. عن جد رح ترجعي؟ ومالك هيك كتير مبسوطة؟ إيش فيه؟ يوه وليش أنبسط؟ الدار دارك. عن إذنك بروح أعمل فطور لجوزي. كنتم مع الدراما الاجتماعية فراولة من إنتاج إذاعة صوت القدس. إذاعة صوت القدس، صوت حر لشعب حر.